إذن بأساس السيستم في داخل السيستم في عندنا بيك مايكرو أو هي مايكرو كنترولر اسمها نعم. شو تختلف المايكرو كنترولر عن المايكرو بروسيسور؟ كمبيوتر الشركة المايكرو كنترولر. يعني المايكرو بروسيسور هي إشي أساسي جدا البيسك. بدينا نضيف للمايكرو بروسيسور أشياء إضافية اللي هي البيريفيرالز والإنبوتس والأوتبوتس والتايمر والإنتربت والهاي، فصارت مايكرو كنترولر، فصارت تسمح لي إني أعمل أشياء كثير أكثر بكثير من المايكرو بروسيسور. أنا هون أخذت من الكتاب من الشابتر الأول أخذت بعض المواصفات تبعت هاي المايكرو كنترولر، هي 8 بت 40 بن. 40 بن كيف تيجي 20 جوا الإنلاين؟ 20 بعدين عندنا هون up to ال operation up to 20 megahertz. عشرين كل 5 دكتور بورد. بس أصلي إنه تركيبة ال IC dual line 20 من جهة وعشرين من جهة. يعني بتيجي معكم زي هيك. هاي هون هيك. لحد هون 20. بعدين 21 to 40 هيك موجودة مش هيك. dual line هاي نسميها DIL. Operation up to 20 megahertz السرعة. هاي مين اللي بحددها؟ كريستال اللي بتركبوها. كنتوا تركبوا كريستال عليها؟ 8K 8 كيلوبايتس فلاش بروجرام ميموري. هذا البرنامج اللي بدك تكتبه 368 بايتس اوف رام. هاي الميموري اللي بتغيرها خلال الرننج تبع البرنامج. ايش بيختلف الرام عن الاي بروم؟ الاي بروم لما تبرمج البيك بتغيره، بس هذا بتغيره هو البرنامج شغال والبرنامج ماشي. في عندي فاريبل تغير من اي مثلا بتساوي 5 ل اي 7 بغيره، لكن الاي بروم او اي سكوير بروم اختصار لايش؟ اي سكوير بروم إريزابل. انتم ما بتتذكروها، كانوا زمان يعملوا لهم إريزنج بالألترا فايلت راديشن، يكون في شباك كتير ما بتعرفوش هذا، في شباك من فوق من الاي سي ينحط في علبة فيها ألترا فايلت راديشن، تركها ربع ساعة ينمحها كل البرنامج. بعدين لو هاي الفكرة صارت هو إلكتريكلي إريزابل. فزمان كان في إشي اسمه إي بروم، هلا صار عندي إلكتريكلي، ولذلك بعضهم بكتبوها إي سكوير بروم. إذا هي إلكتريكلي إريزابل programmable read only memory. بعد ما عملت لها erasing وبرمجتها خلص لما احطها في البرنامج ما بتتغير، تحولت الى ROM. هذه في منها 256 بايت. بعدين عندنا 15 type of interrupt. ليش مهمين الانتربتس؟ اول شيء ايش معنى انتربت؟ بعرف ايش انتربت. لما واحد بيعمل انتربتنج للثاني شو يعني ايش عماله بيعمل؟ بكون بيحكي 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 وبيجي بدخل عليه مش هيك؟ بيقاطع. اذا انتربت شو يعني معنى الانتربت؟ شو اهميته؟ ممكن تستخدمه يعني تخلي البيك يعمل اشياء، عنده فلوس اشياء ثانيه معينه. تمام. اذا فكره الانتربت الاساسيه انه انا البرنامج بضل شغال بشكل طبيعي بالسيكونس اللي انت كاتبه، مش انت كنت كاتب اول انستركشن وثاني انستركشن وثالث انستركشن بتكمل بعدين بترد ترجع بتعمل لوب او شيء زي هيك. لو في لحظة من اللحظات بغض النظر امتى صار شيء معين انبوت معين تغير، شو بعمل؟ بعمل انتربتنج للبروجرام، بوقف البروجرام وبروح بعمل بخدم ايش اسم الروتين اللي بروح عليه؟ سب روتين. انتربت سيرفيس روتين. اذا لو البرنامج ماشي عندي هون عمل هذا الشيء، عمل هذا الشيء، هيك مبرمج انت البرنامج يعمل هذا الشيء، وبعدين بس يخلص يرد يرجع يبدا مرة ثانية. وفي هون انفينيت لوب والبرنامج رح يضل شغال بهاي الانفينيت لوب، الا اذا في لحظه معينه صار عندي انتربت. اذا صار عندي انتربت البرنامج رح يضطر يوقف من هون وين ما كان صار الانتربت، رح يترك، رح يروح يعمل انتربت سيرفيس روتين اي اس ار. بس يخلص من الانتربت سيرفيس روتين وين بيرجع؟ بيرجع نفس النقطه اللي خلص منها. طبعا هذه ممكن تصير هون، ممكن تصير هون، ممكن تصير في اي مكان ثاني. ليش بنحب احنا الانتربت؟ ليش ما اضل اراقب الانبوت هذا باستمرار طول الوقت ولما هو يتغير اروح اعمل الشيء؟ انتوا فاهمين شو الفكره بين هذا؟ لو احنا بدنا نكون في البيت، انا قلت لك بقول لك مثلا في زائر معين بده يجي اليوم، الزائر المعين هذا راح يمر من قدام الباب، تمام واضح؟
وانت لازم تشوف هذا الزائر لما يمر وتنادي. اذا شو بدك تضطر تعمل؟ بدك تضلك فاتح الباب الرئيسي وتفرج، مش هيك؟ ما بتقدر تروح، لا بتقدر تروح على الحمام ولا بتقدر تعمل اي شيء، مش هيك؟ بدك تضلك تراقب 24 ساعه. شو الحل الاسهل كان؟ ايش انك تحط برا كاميرا، تحط جرس مثلا، هذا تحط جرس، هذا انت بتروح تعمل اللي بدك اياه في البيت، تقرا، تتفرج على التلفزيون. لما الزائر يجي شو بعمل؟ برن الجرس. لما برن الجرس مش بتترك انت اللي عملته؟ هلا ممكن ما تتركه بسرعه، شو بدك تعمل؟ اذا كنت تقرا كتاب ممكن تحط ماركر جوا الكتاب، مش هيك؟ اذا كانك عمالك بتغسل الصحون شو بتسكر المي، مش هيك؟ يعني في اشياء معينه لازم تعملها، ما بتنط فجاه. هاي نقطه مهمه، بتخزن الاشياء اللي انت بتعاملها. اذا كنت تعامل معين او عمالك بتعمل حسبه معينه شو بتعمل؟ بتسجل الرقم لانه راح يروح عليك. اذا انت ما بتنط فجاه بدون هذا، بترتب امورك وبعدين شو بتعمل؟ تترك المكان تبعك. مين احسن؟ مين السيستم الاحسن؟ تضلك تراقب 24 ساعه ولا تروح تعمل اشياء ثانيه ولما يصير الشيء يناقوك؟ اوكي، هاي فكره الانترابت. اذا فكره الانترابت مهمه جدا، خصوصا احنا بالسيستمز اللي موجوده هون. بس لاحظوا النقطه المهمه، ما بترك كل شيء، برمي كل شيء بايدي، والصحن اللي كنت ماسكه بايدي برميه على الارض بنكسر وبنط، شو بعمل؟ في اشياء بدي ارتبها، ما بقدر اترك الهاي، ما بقدرش بنص هذا، لازم اخلص شيء معين واروح. ولذلك بترك الهاي، بعمل انترابت، بخزن الفاليوز، في فاليوز معينه بخزنها بجهزها بحطها لاني بدي ارجع لها بعدين، بروح بعمل انترابت سورس روتين وبرجع مره ثانيه. ماشي، واضحه هاي النقطه؟ اذا هدول اسمهم في 15 تايب اوف انترابت، 15 تايبس اوف عندنا 33 اي او اي او 33 اي او. وانا اظن حسب ما بتذكر في بعض هذا كنت تقدر تبرمجوهم انبوتس او اوتبوتس زي ما بدك، مش هيك؟ في بعضهم ثابت انبوت، في بعضهم ثابت اوتبوت، مش هيك؟ في بعضهم كنت تقدر تبرمجو انبوت اوتبوت، ولا كلهم كنت تقدر تبرمجو انبوت اوتبوت؟ في بورت اي، بورت اي ايش بتبدله؟ بتبدله وبي وسي؟ لا كلهم بيكونوا ديجيتال. تمام، نتاكد. وانا مش متاكد، انا زمان لاني مش متاكد. هو بحكي عن انالوج وديجيتال، بس كلهم بيفرقوا. طيب تاكدوا منها. انا اللي بتذكر انه في بعضهم تقدر انك تبرمجه، يمكن كلهم ما بعرف تقدر تبرمجه، تقدر تبرمجه. وهي بتعطيك ايش اللي بنسميها فلكسبيليتي، مرونه، بتعطيك مرونه. بعضهم بقدر ابرمجهم انبوت، بعضهم بقدر ابرمجهم اوتبوت. بعدين كمان عندي هون شيء مهم جدا اسمه تايمر، لانه التايمر انا بقدر اعمل سوفت وير تايمر، بس كمان نفس الشيء، ليش اضيع وقت البرنامج وانا بعمل تايمر؟ مش انتوا بتقدروا، مش انتوا عملتوا برامج معينه تبرمج زمن معين بحيث انك تطفي ال اي دي وتشغله، تطفي ال اي دي وتشغله؟ هذا بده تايمر. ليش انا ما دام الفانكشن معروفه وكل شيء معروف، ليش زي نفس الشيء لو رجعنا على مثال البيت، لو انت بدك تعير 10 دقائق، هل معقول انك تضلك تعد ثانيه 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 لا يخلص ال 10 دقائق بعدين تروح تعمل الشيء؟ شو الاحسن كان انك تعمله؟ تايمر. بتجيب تايمر من الموبايل، بتشغل التايمر اللي على الموبايل، بتشغله لما يخلص 10 دقائق برن بنبهك بتروح تعمل شيء. ولذلك التايمر والانترابت مرتبطين ارتباط وثيق. لانه انا ممكن اعمل تايمر والتايمر اللي ينبهني، بس بينبهني عن طريق مين؟ باستعمال الانترابت. بس يخلص التايمر بعمل لي انترابت، بقول لي خلص التايمر، اعمل الشيء اللي انت بدك تعمله. هذول مرتبطين ارتباط وثيق، الانترابت والتايمر مرتبطين ارتباط وثيق. ايش في شغله احنا لازم تكون عندنا موجوده؟ في بي دبليو ام، مش حاطط هو البي دبليو ام هون، البلس ويت موديليشن، مش استعملتوا البلس ويت موديليشن؟ انا بعرف ليش مش ذاكرهم هون. على اي حال بعد التايمرز هو ذاكر هون يو يونيفرسال سيريال. اليو سارت او اليو ارت مهم للسيريال كوميونيكيشن، لان انا ممكن كمان يكون عندي سيريال. هذا زمان لما كانوا يستخدموا مايكرو بروسيسورز في اي سي خاصه اسمها يو سارت، لكن هون احنا اليو سارت دخلناها في داخل، نحطها في داخل المايكرو كنترولر. فعندي اختصار لايش يو سارت؟ يونيفرسال سينكرونس ريسيفر ترانسميتر. ريسيفر ترانسميتر سينكرونس اي سينكرونس ريسيفر ترانسميتر. بقدر استعملها مثلا اذا بدك تشبك يو اس بي بورت، تعمل يو اس بي بورت، او تتخاطب ما بين بيك وبيك، كانت تتخاطب عن طريق السيريال كوميونيكيشن، تبعت الداتا عن طريق السيريال كوميونيكيشن. عندها 10 بت 8 شانل. إذا 10 بت، لاحظوا كيف اجت 10 بت، مش 8 ولا 12، 10 بت 8 شانل. A D C. بعدين عندنا 2 انالوج كومباراتورز. ايش يعني كومباراتور؟ إذا بدي أقارن 2 فاليوز ببعض، بقدر أحط التنين على بعض وأقارن، هل A أكبر من B ولا B أكبر من A؟ إذا 2 انالوج الكمبيوترات تستكمل هون. عندنا 33 instructions.
33. لما بيحكي 33 انستركشن عن ايش عم نحكي؟ عن اي لغه؟ الاسمبلي. مش هيك؟ مش الهاي ليفل. انتوا احتمال كبير بتستخدموا الهاي ليفل لانجويج، مش هيك؟ اسهل بكثير. هلا بروجرامينج ان اسمبلي او اسمبلر اور هاي ليفل لانجويج. والكوست قديش تكلفتها تقريبا هاني بنعرف؟ استعملت 4 دنانير 5 دنانير يعني بحدود العشر مش اكثر من 10 دولار 15 دولار اذا فيري لو كوست. ولذلك هذه هون صارت ثوره باستعمال المايكرو كنترولر. صار بامكاننا نستعمل المايكرو كنترولر في اشياء كثير، صار بامكاننا نستخدمها في مشروع. ضروري انكم تراجعوا بعض الاشياء هاي اذا ماخذين ماده البيك، تراجعوا بعض الاشياء هاي تكون عارفينها، رح نبدا نطلع عليها بتفصيل اكثر.